الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادةً ألقى بها الله، أثقل بها الميزان وأحقق الإيمان وأفك الرهان وأخسئ الشيطان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تحبب إلينا شهر رمضان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تعيننا على صيامه وقيامه ومعرفة حدوده وحقوقه، وأن تجعل لنا في أوله رحمة وأوسطه مغفرة وفي آخره عتقا من النار. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله
وما بيننا وبين شهر رمضان إلا أيام معدودات، وهو في حاله أياما معدودات، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أوصيكم ونفسي بالتوبة، التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استقبلوه بتوبة صادقة، بتوبة عن الكبائر والصغائر، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعيشوا معي مع آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رمضان. قال تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كلام الله. ذكر الصيام وذكر الصائمين والصائمات، وذكره للصائمات فيه تكريم للنساء، حيث أن الله عندما يقول يا أيها الذين آمنوا يدخل النساء في النداء، ولكن هنا ذكر الرجال وذكر النساء تكريما منه، وذكر بعد الصيام نتيجة من نتائجه، فرمضان طهارة ونقاوة وعفة وكرامة وشرف وحفظا للأعراض. فقال سبحانه: والحافظين فروجهم والحافظات. فرمضان شهر النظافة من الشهوة الوبيئة الرذيلة، فعلى الذين يخبطون في الحرام ولا يبالون، هذا ثناء الله ومدحه للصائمين. فبعد أن ذكر صيامهم ماذا ذكر؟ عفة فروجهم وحسن سمعتهم وسيرتهم، تركوا الفاحشة وصبروا على الحلال والحلال طيب. ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يدوموا على هذه النظافة المادية والروحية بهذا الحفظ، فليس لهم إلا ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ويؤسفني أن بعض الناس يفهمون قول الزور أنها شهادة الزور فقط لا غير، أن يذهب اثنان إلى المحكمة فيشهدان زورا على فلان ليقتطعوا حقه للظالم.
وأعظم شهادة زور الحكم بغير ما أنزل الله، أعظم شهادة زور أن تؤتى بأنظمة وقوانين تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، أن تأتي أنظمة تقول للزاني والزانية إذا فعلتما جريمة الزنا عن رضا فأنتم براء. هل هناك زور أعظم من هذا الزور؟ ما أثر شاهدين يشهدان على واحد يقتطع منه حق؟ أمام قانون يطبق على أمم وعلى شعوب وعلى أجيال حتى يصل شره إلى الأجنة في الأرحام. من لم يدع قول الزور، أي الأنظمة التي تحارب شرع الله وحكم الله وقانون الله ودستور الله وأمر الله ونهي الله وما أحل الله وما حرم الله، من لم يدع قول الزور والعمل به أي تطبيقها على الناس رغم أنوفهم، وهذا هو العمل بهذا الزور، فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وبأن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع التآمر على الأقصى وفلسطين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع تآمره على الأموال المنهوبة والدماء المسكوبة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أراد نداء الله في جنات النعيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون الأيام الخالية أيام الصيام والقيام، ظمأوا وجاعوا من أجل الله وضبطوا أنفسهم وشهواتهم، فناداهم الله في جنات النعيم نداء تكريم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له. هذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه. رواه ابن خزيمة، وفي رواية: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. متفق عليه. الصيام يمنع السباب والصخب، أليس من باب أولى أن يمنع الحكم بغير ما أنزل الله؟ الصيام له حدود، ومن حدوده ما تذكره هذه الأحاديث: أن لا يصخب، أن لا يسب، أن لا يقاتل، أن يخاصم ويشاجر. أحبتي في الله، استمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عندما قال: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له،
حديث صحيح، واستمعوا إليه وهو يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ويأتي الحديث الصحيح الآخر: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الصائم حين يفطر، بعده مباشرة، والإمام العادل. ما وجه المناسبة؟ صائم وإمام عادل، يعني حاكم عادل، ولا يكون عادلا قط إلا إذا أسهره القرآن الذي يشفع يوم القيامة. يأتي القرآن فيقول: أسهرته ليلة. بعض الناس يظن أن سهر الليل أن يمسك المصحف ويقرأه ويرتله في قيام الليل ويبكي خاشعا فقط لا غير. أنا أفهم فوق ذلك فهما آخرا، أن الإمام العادل الذي تستجاب دعوته بعد الصائم حين يفطر، والقرآن الذي يشفع يوم القيامة، هو الذي يسهره في الليل، لا في الصلاة والقراءة والختمة فقط. فما أكثر الخاتمين للقرآن، وما أكثر القراء للقرآن، ولكن ما أقل العادلين والحاكمين في القرآن. فمن أراد أن تستجاب دعوته وأن يؤيد الصيام، وأن تستجاب دعوته عند الإفطار، فليسهر الليل بالتفكير في إحلال حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتحكيمه في الناس. من إقامة الحدود، كيف يشفع القرآن يوم القيامة ويطالب بالتشفيع بمن يلقيه خلفه وخلف ظهره، أو الذي يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ تحريم الربا وهو يأكل الربا، يقرأ قطيعة الرحم وهو يقطع الرحم، يقرأ تحريم الخمر وهو يشرب الخمر، الظلم، الزور، وهو لا يبالي، لا يحرص فقط إلا على ختم القرآن. وصيتي لكل صائم له دعوة مجابة عند الإفطار أن تقول في هذه الدعوة المجابة: اللهم إني أسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويحكم بما أنزل الله، حتى تستجاب دعوتك. ويأتي الإمام العادل الذي يرفع راية الجهاد في سبيل الله. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وفي رواية: والمسافر حتى يؤوب. وفي رواية: الوالد لولده. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره فقال: آمين، ثم صعد الثانية فقال: آمين، ثم صعد الثالثة فقال: آمين. وتساءل الصحابة: ما آمين يا رسول الله؟ ما هذا الفعل الذي نشاهدك عليه؟ قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد
من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. حديث صحيح. وكم من إنسان يدركه رمضان ولا يدخله الجنة، وكم من إنسان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلا يبالي، يتبع لينين واستالين وغفارا، يتبع الشرق والغرب، يحفظ أسماء الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات في أوروبا وهوليود، ويحفظ أسماء المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات في جميع أنحاء العالم، يبكي إذا ماتوا ويحزن إذا مرضوا ويعلق صورهم في القلب والدار، وإذا ذكر عنده محمد ضاق صدره صلى الله عليه وسلم. أيرجو هذا رحمة ربه؟ وبعضهم يدرك أبويه أو أحدهما فيلقيه في مأوى العجز، ما يسهر عليه ولا يتعب، وعنده الاستعداد أن يسهر ليلة كاملة في اللهو والصخب، ولا يشرف يديه بغسل وجه والديه، يتأفف من رائحتهما، ولطالما جاع لجوعته وسهر لسهره ومرض لمرضه وتحمل نجاسته. وكم من ليلة حملته أمه على صدرها تدور في ظلام الليل لا تعرف النوم لأنه مريض، وكم سهر أبوه وفر به من طبيب إلى طبيب فما خشعت له الآن عين وما رق له قلب، إنما يخبط كالعفريت في الأرض ويلقيهما في مأوى العجزة، ثم ينتظر بعد ذلك رحمة الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إسره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق غفلات المؤمنين واتباع عوراته. انظر إلى حال المؤمن وحال المنافق في رمضان. الآن الله فرغ من خير رمضان فكتبه على من يشاء، وشر كتب على من يشاء، وإصر وأغلال وشقاوة كتبت على من يشاء، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكم من صائم وقد انطوى قلبه الآن على الكبائر وهو لا يبالي. لهذا كان الحديث رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه فرصة للتائبين أن يتوبوا في شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، ويغفر الله فيه ما لا يغفر لغيره، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه العشر الأواخر، وفيه أنزل القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان. أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى رحمةً من رحماته الغافرات النازلات المنجيات أن ينزل علينا صبره، وأن ينزل علينا مؤونة رمضان ومعونة رمضان. اللهم هون صيامه على المسلمين، وحبب قيامه للمسلمين. اللهم زينه في قلوبنا، اللهم حببه إلينا، اللهم اجعل لنا فيه رحمات واسعة ومغفرات واسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كما نصرت عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، عبدك محمدا صلى الله عليه وسلم في بدر في شهر رمضان، أن تنصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله، وأن تعيد الأقصى والناس فيه يصومون ويقومون تحت راية الله أكبر الله أكبر. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. أحبتي في الله، بعض الناس يأتيه رمضان ويخرج ولم يستفد فائدة روحية أو مادية، فهذه فرصة المدخنين أن يقلعوا عن التدخين، وكما تعلمون أن العلماء أفتوا بحرمة التدخين، وكيف لا يكون التدخين حراماً، والذين صنعوه كتبوا على علب السجائر إن التدخين سبب مباشر لست أنواع من السرطان. والحديث يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومن صفات محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا جاءت الطيبات والخبائث يوم القيامة، أين يكون السجائر والدخان؟ هذا سؤال يجب أن يطرحه على نفسه كل مسلم ابتلي. وشهر رمضان فرصتك، حيث أنك تقلع عنه فيتعادل دمك الذي فيه النيكوتين، هذا السم الهاري الذي رأيناه بأعيننا يوم أن شرحت رئات من مات بالسرطان، سرطان السجائر والتدخين، تتفتت رئته كأنها إسفنجة مطبخ سوداء متعفنة متهرئة. هذه فرصته أن يترك التدخين، لأن الله جعل رمضان دورة تدريبية لقطع كل شرور والتعود على كل خير. وكذلك الذين يسهرون في الباطل فليسهروا في الحق، من قيام وصلة أرحام وإفشاء سلام وإطعام طعام وذكر الله وصلاة التراويح. يسهرون عند التلفاز إلى وقت السحور مع الحفلات والتمثيليات والغناء، فإذا صارت الساعة الثانية بعد منتصف الليل أكل أكلته ونام، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. هذا ما عرف حدود رمضان ولا حق رمضان. وبعضهم أو أقلهم من يلعب بالورقة يتسلى بها وفيها شبهة، أما من لعبها محبا لها فإنها تقوده إلى الميسر والقمار طال الزمان أو قصر. ويؤسفني كثيرا أن بعض الذين يفرون من حر رمضان في الصيف
إلى بلاد أوروبا الباردة يبتلون بمرض خبيث، بعضهم يبتلى بعد أن يتفطر ويصلي المغرب ويصلي بعدها العشاء، يجمع جمع تقديم، يذهب بعدها إلى الملهى. وقد شوهد بعضهم في الملهى جالس، قد لا يشرب الخمر، قد لا يفعل الفاحشة، ولكن إذا سألته لماذا أنت في الملهى جالس على طاولة وكرسي أمامك الدومنة والمغنية تغني والراقصة ترقص، قال: أقتل الوقت، أمضي الوقت، إيش أفعل؟ أقعد في البيت؟ ما يدري أن قتل الوقت، الوقت هو الحياة، الوقت هو عمرك، إنما أنت تقتل عمرك. الذي بنيته في نهار رمضان هدمته في الليل. هؤلاء في الملاهي تنزل عليهم اللعنات، وهم القوم يشقى بهم جليسهم، والصالحون قوم لا يشقى بهم جليسهم. فلهذا صبر المسلمين على الحر وعلى البرد، ورمضان يدور في فصول السنة كلها، تدريب من الله للمؤمنين على صيامه في كل الفصول. وفي رمضان توصل الأرحام المقطوعة. أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أمته في هذا الشهر العظيم بأن يضبطوا انفعالاتهم، وخاصة أن الله في قضية الحاكمية، أنا أفهم من رمضان درسا عميقا في قضية الحاكمية، وأختم بها الخطبة الثانية لأهميتها، أن الطعام كان حلال فحرمه الله في نهار رمضان، والشراب كان حلال فحرمه الله في نهار رمضان، والزوجة كانت حلال فحرمها الله في نهار رمضان للصائم. إذن من يملك التحليل والتحريم؟ الله رب العالمين، فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والخلق عبيده، ولا يصلحهم إلا شرعه ونظامه، لا إله إلا هو. فالناس يطيعونه راغبين راهبين، محبين مشفقين، وهم يرون الطعام أمامهم فلا يأكلونه لأنه أمر، والشراب والزوجة الحسناء فلا يقربوها لأنه أمر. فمن باب أولى أن يحكم شرعه ويحكم دينه ويحكم أمره، لأنه لا يطاع بحق إلا الله. ولكن هل يفقهون وهل يعلمون؟ نسأل الله ذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا والمسلمين والسامعين عن النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، إنك على ذلك قدير. لا تدع لنا ذنبا في رمضان إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من صوام وقوام رمضان. اللهم أدخلنا يوم القيامة من باب الريان. اللهم أدخلنا يوم القيامة مع النبي من باب الريان. اللهم أدخلنا من باب الريان يا رب العالمين، وباعد بصيامنا بين وجوهنا وبين النار 70 خريفا، إنك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الأحباب، إن الألسنة دليل على ما في القلوب، الألسنة دليل على ما في القلوب،
ولذلكم فإن المسلم إذا تمكن الإيمان من قلبه فإنه إذا ذكر الله خالياً فاضت عيناه، إذا ذكر الله وحده وجل قلبه، إذا ذكر الله سبحانه خاف وارتعد، إذا وقع في أمر ولو كان أقل من القليل فإن فرائصه ترتعد وتخاف من الله أن يوافيه الأجل قبل أن يموت. أما من غطى الران قلبه، أما من أثقلت المعاصي ساهلة، أما من غرق في الذنوب والمعاصي أعاذنا الله وإياكم منها، فإن لسانه لا يساعده بل لا يتلفظ إلا بكلمات باردة سامجة لا تتعدى أذنيه، فإن ذكر الله فإنه لا يجد للذكر حلاوة، وإن قرأ القرآن فإنه لا يستأنس بتلاوة القرآن، وإن صلى فإنه لا يجد طعم الصلاة ولا تنهاه صلاته عن الفواحش، وإن ذكر الآخرة فإنما هو أمر يسير على نفسه، وإن تذكر الموت أو رأى الأموات فإن نفسه تهتز قليلاً خوفاً على مفارقة الحياة وما فيها، ولكنه لا يحسب للآخرة حساب. فزنوا أنفسكم أيها الإخوة بهذا الميزان، وقيسوا أعمالكم بهذا المقياس، فمن وجد نفسه على هذه الحال الأخيرة فليحذر أشد الحذر، وليخشى أن يكون قلبه قد طبع عليه فأصبح قاسياً غليظاً لا ينتفع بموعظة ولا يتذكر للذكرى ولا يخشى عاقبة ولا يتألم لما بعد الموت. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء أي نقطة، فإن تاب ورجع إلى الله صقل قلبه، وإن لم يتب وارتكب ذنباً آخر نكت أيضاً نكتة إلى جانب التي قبلها ثم نكتة أخرى وهكذا وهكذا حتى يصبح قلبه قاسياً غليظاً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات. أيها الأحباب، الأمر كبير وكبير، الأمر كبير جداً، ولكن الذي يهون علينا الأمر وعليكم أن الله رحيم بعباده، فتح بابه للتائبين، يقبل توبة التائبين، ويغفر ذنوب المذنبين إذا صدقوا، ومن رحمته تبارك وتعالى أن يمحو السيئات ويبدلها بحسنات. ومن ذلكم أيضاً أن الله ينسي الحفظة ما سجلوه على عبده إذا تاب ورجع إلى الله، فلماذا تبخلون على أنفسكم بالتوبة يا عباد الله؟ لماذا تبخلون على أنفسكم بالتوبة والرجوع إلى الله؟ هل أنتم محتاجون إلى الله؟ هل أنتم محتاجون إلى الله؟ إن كنتم محتاجين يا عباد الله فتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بما افترض عليكم وبما استطعتم من أداء النوافل، وتغانموا مواسم الخيرات كشهر رمضان، فإن من قدم فيه حسنة كان كمن عمل فريضة، ومن قدم فيه فريضة كان كمن قدم فيه 70 فريضة. فلا تبخلوا على أنفسكم أيها الأحباب، ويا أيها الإخوة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تفكرون في النوم في نهار رمضان
وفي السهر والعبث في ليالي رمضان، وفي مخالطة جلساء السوء، وفي إضاعة نسائكم وأهليكم. يا من هذا تفكيركم، توبوا إلى الله من هذه النية السيئة، توبوا إلى الله، واحذروا أن تختلج نفوسكم بشيء من هذا، بل اعقدوا العزم على التوبة والرجوع والندم إلى المولى جل وعلا، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لربكم نفحات، ومن أعظم ما يكون في ليالي رمضان. ويا أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي أيضاً بتقوى الله في السر والعلن. ويا من يستقبلون رمضان وهم يعتبرونه ضيفاً ثقيلاً على نفوسهم، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحذروا أيضاً مما يخطط لكم ولغيركم في شهر رمضان، خصوصاً مما تربى عليه الأجيال والنساء من كونهم عرفوا أن رمضان خصوصاً لياليه ليال للمرح والتسلية والعبث وقطع الأوقات. اتقوا الله أيها الأحباب، ولا تقبلوا شيئاً من هذا. ويا من تولوا أمور المسلمين ويحبون للمسلمين الخير، انتقلوا من هذه الحال التي أنتم عليها ودأبتم عليها، انتقلوا منها لتعلموا المسلمين كيف يحفظوا أوقاتهم، وكيف يربوا نفوسهم، وكيف يعتادوا على الخير والفضيلة. اتركوا عنا الهزل، واتركوا عنا العبث، واتركوا عنا ما اعتدتم عليه وما اعتاد عليه غيرنا. انقلونا إلى حياة الجد والصدق، وخصوصاً وقد تقرر أن يكون شهر رمضان شهراً للدراسة والعمل، وأنتم ترون ما يعلن في الصحف طوال الفترة الماضية من إحداث بلبلة في أذهان الناس، وإرجاف بالشباب، خاصة ممن كلفوا بالدراسة، فكأنهم يقولون لهم، بل وقال بعضهم بأنهم لا يستطيعون أن يصوموا ولا يستطيعون أن يقوموا بأعمال كذا وكذا، كأن هذا الإنسان يقول لهم لا تصوموا فقد كلفتم بالدراسة في شهر رمضان. ما هذا أيها الإخوة إلا إرجاف وبلبلة من بعض القوم ليضلوا أبناء المسلمين. وما الفرق بين الأبناء وهم يدرسون وبين الآباء وهم يعملون؟ لماذا لم يطالب ولاة الأمور بإيقاف الأعمال في شهر رمضان؟ لماذا لا يقال لهم اتركوا الناس ينامون في بيوتهم؟ لا يقبل هذا القول من أحد، لأن شهر رمضان شهر جد وشهر جهاد وشهر عمل وشهر تربية وشهر طاعة وعبادة. وما المانع أن يصوم الناس جميعاً ويؤدوا أعمالهم وواجباتهم؟ فاتقوا الله عباد الله، وقوموا على أبنائكم وبناتكم، وعودوهم على الصوم، وربوا في نفوسهم الثقة وحب الإيمان والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، واحذروا من هذه البلبلة ومن هذه الأفكار السيئة، لا تنطلي على أحد منكم، فحياة المسلمين حياة جد وحياة عمل. وما اعتاد الناس على الكسل والخمول والنوم إلا في هذه الأزمنة الأخيرة. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك،
اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فاجتهد وسار بهم إلى الطريق الذي تحبه فوفقه يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على إمامكم وهاديكم وحبيبكم وقائدكم محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين الذي كان يقود المسلمين إلى الجهاد والقتال في سبيل الله في شهر رمضان، يسيرون الأيام والليالي وهم على أشد ما يكونوا قوة وعزيمة وإيمانا واعتمادا على الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يرزقنا متابعة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن آله وخلفائه وأصحابه وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، لا، ليس معنى هذا أن نزهد في هذه الدنيا وأن نترك ما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يؤلف بين الأرواح ويجمع بين القلوب. اللهم أني أشهدك على حب إخواني الحاضرين والمستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الصادقين ومع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إني أسألك أن تجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين، جعلنا لجميع المسلمين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اغلب في قلوبنا الرفق والرحمة، فلا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. اللهم انصر بنا دينك، وأيد بدعوتنا أولياءك، ونسألك اللهم أن تستعملنا فيما يرضيك، وأن تحفظنا مما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. فكما صنت جباهنا من السجود لأحد سواك، فصن أيدينا من أن تمتد إلى أحد غيرك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك أعادنا الله عليه بالإيمان والإسلام والقرآن والصدق والإخلاص. أما هو فيعود، وأما نحن فلا ندري. فكم من إنسان تهيأ لصيامه وقيامه
ذاع اسمه في الأخبار انتقل إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسأل الله كثيرا البركة في العمر، ومن البركة في العمر التوفيق إلى الطاعات والعبادات واغتنام المواسم فيها. ومن أعظم المواسم شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى عندما أمر بصيامه وفرضه بين أن الغاية من ذلك التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن التقوى الوقوف والصحبة والمعية للصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الكينونة وهذه المعية مع الصادقين لها أثر بالغ في حياة الدعوة. إنما المسلم بإخوانه، إن لم يكن بهم لا يكون بغيرهم، وهم إن لم يكونوا به كانوا بغيره. فالله دائما وأبدا يأتي بالبدائل والأبدال، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أيها الأحبة الكرام، استقبلوا هذا الشهر استقبال التائبين، فخير ما يستقبل به رمضان توبة صادقة يكفر الله بها الخطايا ويبدل السيئات حسنات، ويفتح للمسلم في رمضان صفحة جديدة بيضاء يرفع فيها الباقيات الصالحات. وهذا الشهر المبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه من المعونات والرحمات ما نشاهده الآن قبل حلول الشهر من امتلاء المساجد بالمصلين. وهذا أكبر دليل على تربيط الشياطين، حيث أن الغافل تنبه واللاهي تذكر والمدبر عن ربه أقبل، والمتهيب من الولوج في بيوت الله انشرح صدره، والمتحرج بدأ يألف. هذا دليل قاطع على أن ما جاء هذا إلى بيت الله ولم يعتد صلاة الجماعة من قبل إلا أن الشيطان الذي كان يمنعه الآن موثوق، وقد حل محله ملك. إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح نهض معه ودفعه إلى الخير دفعا. والناس الأذكياء دائما وأبدا يستفيدون من هذه المواسم، سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فهؤلاء تجار الدنيا إذا جاءت مواسم البيع
يعرضون البضائع ويستفيدون من شدة الطلب ويفعلون ويعملون التنزيلات لكي يحققوا مكسبا ماديا. وهذا الشهر جاء لتجارة الآخرة، فرصة الضعيف أن يتقوى فيه، لأن شيطانه مربوط. لن تكون لك فرصة تتقوى فيها لكي تغلب الشيطان بعد أن يطلق من عقاله إلا في شهر رمضان. انتبه، إن إقبالك في هذا الشهر وحرصك على قيامه والتلذذ في صيامه والذهاب في ليلة القدر وقيام العشر الأواخر وصلة الرحم وختمات القرآن، هذه ما كان لها أن تكون لولا أن الشياطين التي كانت تمنعك من فعلها في سائر الأيام الآن مربوطة ومعقولة. فانتهزها أنت فرصة، فإن الشيطان يفرق من الإنسان بقوة إيمان الإنسان وكثرة الحمايات النازلة عليه من الله. فعمر الفاروق ما كان الشيطان يفرق منه، فإذا كان في طريق فر إلى طريق آخر إلا من قوة إيمانه. فهذه فرصة الآن أنت تعلن فيها حالة الطوارئ والاستنفار العام استعدادا للاصطدام الخفي الذي ترى آثاره ولا يرى بالعين بينك وبين عدوك اللدود القديم الذي قال الله عنه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه فرصتك التي لا تعوض، تأتيك كل عام مرة، ما ذكر أبدا لا في القرآن ولا في السنة أن شهرا كاملا تربط فيه الشياطين إلا رمضان. تصفد الأصفاد، هي سلاسل الحديد، وتصفد تصفيد مادي مو معنوي، لا، حقيقة في عالم الجن والشياطين تأتي ملائكة حقيقة وتربط معظم الشياطين التي تفتن الناس. فلهذا انتهزها انت فرصة، فرصة لا تعوض. فأكثر من الطاعات وأكثر من العبادات ولزوم الذكر، واجعل لك برنامج تقوى لعلكم تتقون، اجعل لك برنامج تقوى في هذا الشهر تشحن فيه بطاريتك، فإذا ما جاء الشيطان لكي يحاول الدخول مرة ثانية يفعق لقوة الفولتات الكهربائية الإيمانية التي امتلأ بها قلبك الإيماني، يفعق. أول ما تقول بعد رمضان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يفر الشيطان من أمامك. وقد كنت تقولها قبل رمضان فلا تؤثر فيه، بطاريتك الإيمانية تحتاج إلى اشتراك، أما الآن فهي قوية دفاقة تصعق الشيطان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هذه
يجب أن تكون شعارك من بداية الشهر إلى نهايته، وهذا واجب، هذا واجب وليس نفل أو سنة. التقوى في رمضان ليس نفل أو سنة، واجب. لهذا الذي يتجنب التقوى ويترك هذا الواجب يقول عنه الحديث الشريف: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه وقيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لا يدع قول الزور ولا يدع العمل بالزور، هذا تجنب التقوى، علم من رمضان أداء عادات وليس عبادات، علم من رمضان أكل وجبات وليس التربية على ترك السيئات، عرف من رمضان سهرات وجلسات وديوانيات وحفلات إلى الصباح الباكر، وهذا يحدث. وكثير من الناس يفرون من رمضان، يذهبون إلى البلاد الباردة، والغربة تحتم على بعضهم التحلل من قيود الدين وضوابط الدين وأخلاق الدين، فتجد بعد الإفطار وهو الصائم، بل بعد التراويح وهو القائم، يخرج من المسجد ويذهب إلى الملهى. نعم، أنا ما أقول هذا عبث، أنا أقول هذا من واقع. عشرات الرجال يذهبون في رمضان بعد التراويح إلى الملهى، وإذا قلت له لماذا تذهب إلى الملهى؟ وين أروح؟ إذا كان في تركيا أو كان في بلاد أوروبا أو كان في مصر أو كان يهرب من الحر إلى الهواء البارد، ولكن انظر إلى الخلط العجيب، أين لعلكم تتقون هذه؟ إذن الله سبحانه وتعالى عندما جعل التقوى نتيجة الصيام كان له في ذلك قصد عظيم. هذا لو كان عنده التقوى ما ذهب بعد التراويح إلى الملهى. ليس من الضروري عندما يذهب إلى الملهى أنه يشرب الخمر، معاذ الله أن يفعل ذلك. الذي يصوم ويقوم التراويح ما يشرب الخمر، كذلك ما يزني، وهذا لست أعنيه في حديثي هذا عندما أقول يذهب إلى الملهى، لا معاذ الله، ولكن يذهب إلى الملهى من باب قضاء الوقت وقتله. ومجرد وجوده في الملهى مجرد وجوده حرام، لأنه موطن شياطين الإنس والجن، ومكان التهمة، وفيه الموسيقى، وفيه الغناء الفاحش الماجن، وفيه الحفلات، وفيه من يشرب ومن يفجر، واللعنات عندما تحل على هؤلاء، وأكثر ما تحل في رمضان، لأن الثواب يضاعف والعقاب يضاعف على حسب المكان والزمان وأهميته. فالمعصية في مكة ليست المعصية في خارجها، والطاعة في الحرم ليست الطاعة في خارج الحرم، كذلك رمضان. فأهمية الأماكن والأزمنة لها دور عظيم. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقرب مكان الجار من الجار يقول: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون أو خير له من أن يزني بحليلة جاره. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أن هذا لمكان خاص. فلهذا لأن يعصي الإنسان طول العام أهون من أن يعصي في رمضان، لأن فيه معاندة لله ومجاحدة لله. الله يقول لعلكم تتقون، وهو يقول لا أتقي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول أنا ما أتقي.
فيقدم على المعصية فتصير فيها مصادمة بينه وبين الأمر الإلهي. فاستقبال هذا الشهر بالتوبة أمر مهم، حيث أن الذي عنده شقة فيها هواه، وهذا يبتلى به كثير من الناس في زماننا هذا، يخاف أن يتزوج على زوجته، تكون زوجته شخصيتها قوية، لها عائلة كبيرة مؤثرة، وتهدده أما بالطلاق أو بالذهاب إلى بيت أهلها أو بتنفير أولاده منه أو إلى آخر، وهو إنسان راعي هوى وراعي شهوة وعنده مال، بكل يسر الآن وكل سهولة يفتح له شقة ويضع فيها بنات الهوى. الله يكفينا الشر. والنساء تجر الخمر وتجر المخدرات وتجر الميسر والقمار وتجر كل البلاوي، فهذا شهر رمضان فرصة للتطهير والتنظيف والتوبة، فرصة ما تعوض، دورة تدريبية. أما تشاهدون العسكر قبل أن يخوضوا بهم الحرب يدخلون بهم دورات تدريبية؟ فأنت قبل أن تدخل بمعركتك مع الشيطان في بداية العام الجديد المقبل بعد رمضان، ادخل هذه الدورة التدريبية الحامية التي أول ما تربيك تربيك على التقوى واليقظة، اليقظة التي تؤدي إلى الوعي والفهم والإدراك، وهذا ما يتميز فيه الإنسان عن سائر الحيوان. الحيوان بهيم تتحكم به غريزته الفطرية التي خلقها الله عليها، إذا جاء يأكل وإذا تعب ينام لا يعقل. أما أنت تختار بين البديلات، أعطاك الله عقلا تميز به بين الحق والباطل والخير والشر، فلا يسمو عقلك إلا بهذه الطاعات. ورمضان دائما وأبدا يجعلك في يقظة مستمرة، التي يدعو بها الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر في نهاية موضوعاته وخواطره، يقول: اللهم أني أسألك يقظة تامة منك تنجيني بها من مصارع الغفلات. فهذه اليقظة التامة التي تنجي من مصارع الغفلة ما تكون أو أكثر ما تكون في رمضان، كل الوقت في يقظة. ما هذا؟ قال: هذا أذان الفجر، يعني تيقظ وأمسك عن الطعام فقد آن وقت الصيام. فيتحرك الكمبيوتر عندك والجهاز العقلي ينضبط انضباطة خاصة تختلف عن مكرور حياتك ومألوف يومياتك. الآن دخل شيء جديد، أذان الفجر الآن مرتبط معاه صوم وإمساك، ويتحول في هذه اللحظة الحلال حرام. تصبح زوجتك حرام عليك، يصبح الطعام حرام عليك، يصبح الشراب حرام عليك. هذا الانقلاب الهائل نتيجته في النهاية يقظة تامة. فما تقترب من المرأة إلا ويشتغل الكمبيوتر عندك، ممنوع لا تقترب، مثل ما حطت البنزين مكتوب عليها ممنوع التدخين، هذا ممنوع الاقتراب، حتى وإن قبل وباشر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرادة الإيمانية قوية يتحمل مقدمات الجماع، لكن المسلم العادي قد لا يتحمل مقدمات الجماع، فالأولى أن يبتعد. تربية على اليقظة. ويبدأ عاد يومك هذا التدريبي من الصوم، فإذا رفعت كأس الماء تتذكر أنك صائم فترجع، فإذا سبك أحد تقول أني صائم فما تسبه، وإذا امتدت إيدك تقول أنك صائم فلا تسرق، وإذا غضبت تقول أني صائم فلا تتمادى في الغضب، وهكذا إلى أن خلال اليوم تزيد أسباب اليقظة عندك، تدخل الصلاة بأوقاتها والدروس بأوقاتها، إلى أن تكون في قمتها عند الإفطار، الدقائق الأخيرة لحظات الصراع والانتصار فيه على الشهوة والشيطان. فإذا أذن المغرب دخلت في جولة جديدة
لونها وذوقها وطعمها وحلاوتها تختلف أيضا عن دورة النهر. تبدأ تتهيأ لقيام الليل كما تهيأت إلى صيام النهر، فإذا مضى عليك ذلك الشهر تخرجت من هذه الدورة الإيمانية التقوية بطلا وعملاقا، يتضاءل الشيطان فيخنس أمام تسبيحة من تسبيحاتك أو تكبيرة من تكبيراتك. نعم. فإن كنت في الماضي إذا دخلت عليك المرأة أو زميلة العمل أو المراجعة أو الموظفة المكتب تحس بلين في قلبك وزغللة في عينك وصراع نفسي حتى تنقشع الغمة، الآن لا، الآن عند قدومها بشباكها وحيلها سواء أرادت ذلك أو لم ترد أو لا تريد، فأي امرأة خرجت متزينة متعطرة يستشرفها الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شيطانين من أمامه وشيطان من خلفها ثلاثة، أنت ما تراهم لكن تحس أثرهم في نفسك، واحد منهم يقول لك شوف عيونها، واحد منهم يقول لك شوف شفايفها، واحد منهم يقول شوف شعرها، واحد منهم يقول ابتسم لها، واحد منهم أنت تحس بالدوافع النفسية في داخل جسمك تتحرك، واحد منهم يقول صافحها، واحد منهم يقول على التليفون، واحد منهم يقول خذ منها موعد، واحد من وهكذا، واحد يأتيك من جانب الدين، واحد يأتيك من جانب الدنيا، واحد يأتيك من جانب الشهوة، هؤلاء الشياطين الثلاثة خلف كل امرأة تخرج يستشرفها الشيطان. فعندما تخوض هذه الدورة الإيمانية في رمضان وتأتيك هذه الفتانات تصبح رجل عملاق بطل، وإذا رأيت زخرف الدنيا تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة لعلكم تتقون. ففي هذا الشهر أحرص على أنك تصافح الناس كلهم بيدك حتى تنتقل حرارة إيمانك من قلبك عبر موجات يدك إلى يده إلى قلبه، وهذه اللمسة لها حرارة خاصة لا تجدها بأيدي الكافرين ولا بأيدي المنافقين، إنما إذا أردت أن تعرف الفرق سلم على أخ من إخوانك تحبه وسلم على كافر، كيف تحس بالانقباض والحرج في داخل صدرك عندما تصافح كافر، وتحس بالانبساط والانشراح في قلبك عندما تصافح مسلم. المصافحة هي المصافحة لكن الأثر غير الأثر. احرص على أنك تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، احرص على أن لا تطالب ولا تعاتب ولا تحاسب ولا تخاصم في هذا الشهر، تهدر حظ نفسك تماما. احرص في هذا الشهر على صلة الرحم البعيد منها والقريب، احرص في هذا الشهر أن يكون لك في كل يوم صدقة وإن قلت، فأحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل. احرص في هذا الشهر على ألا يقف لسانك من ذكر الله، حتى إذا نظر إليك الناظر قال هذا مجنون أو خولق لكثرة ما يلهج لسانك بذكر الله، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموا ولا تتركوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تتركوا. لا يزال أوصني يا رسول الله، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. احرص في هذا الشهر على أن تؤدي فيه عمرة مهما كانت الظروف والأحوال،
ارسم خطتها من الآن. فعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يزهد بحسنة واحدة مع النبي فضلا أن تكون حجة كاملة معه صلوات الله وسلامه عليه. احرص في هذا الشهر على أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأن يهدي الله بك رجلا حيث تتحرك تحركا جاد إلى إنسان ما، والأفضل أن يكون من أرحامك ومن أقاربك من الغافلين الساهين اللاهين، وهذه فرصتك، فشيطانه موصود بأن تتودد إليه وتتلطف به وتعطيه هدية وتصله وتعينه على الخيرات وترك المنكرات وأخذه إلى الجماعات وفعل الطاعات الباقيات الصالحات، فتكسبه خير لك من حمر النعم. احرص في هذا الشهر على أن تختم على الأقل في الأسبوع ختمة على الأقل، والأفضل أن يكون كل 3 أيام ختمة. وقد كان السلف الصالح يختمون في الليلة ختمة. عثمان بن عفان يقرأ المصحف من بعد العشاء عند السحور يكون ختمة. نعم. وفي الصلاة، وأنت طبعا تتعجب، لكن اللي يحفظ القرآن حفظ جيد ما يتقطع ولا يتوقف فيه يستطيع بعشر ساعات أن يختم المصحف كله. وهذا نحن نشاهده في حياة الناس. واحد ما يعرف يقرأ شعر، تعطي قصيدة من 40 بيت يقرأها لك بربع ساعة، والثاني حافظها يقرأها بدقيقتين، والقصيدة صلى الله عليه وسلم قدوة الضعفاء، لأن الضعفاء أكثر، فجعلها في 3 أيام. الختمة السنة أن تختم في 3 أيام تيسيرا لأمته ودفع الحرج عنهم. احرص في هذا الشهر الكريم على أن تكون مجاهدا بمالك، فتدفع منه للمجاهدين والمهاجرين وتكفل فيه يتيم. وإذا كانت عندك زكاة احرص على إخراجها في هذا الشهر، فالعمل فيه مضاعف، وخاصة أن لهذا الشهر مؤونة ويحتاج الصائمين فيه إلى معونة، وخاصة معونة العيد. احرص في هذا الشهر على أن تتجنب فيه الدخان والسجائر إن كنت ممن ابتلي، فهذه فرصة لا تعوض، حيث أن صيام النهار يخفف نسبة النيكوتين في الدم. كذلك الإرادة الإيمانية قوية، حيث أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في السجارة التي تتحكم فيه، فصيام رمضان يجعل الدم يتعادل ويعوض نقص النيكوتين بدم نقي صافي. وكما تعلمون أن السجائر حرام، العلماء الآن صدروا فتوى، كبار العلماء صدروا فتوى بحرمة السجائر والدخان وحرمتها من ضررها، حيث أن الحديث الصحيح يقول لا ضرر ولا ضرار، والقرآن بين هدف بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا جاءت الطيبات يوم القيامة والخبائث، أين يكون التدخين؟ هذا السؤال اطرحه على نفسك، هل تستطيع أن تقول أن التدخين يأتي يوم القيامة مع الطيبات؟ لو كان يأتي مع الطيبات ما هرب الناس عن فمك وأنت تتحدث، فم المدخن لا يطاق،
ولا يحتمل لا في المسجد ولا في غير المسجد. وبعض الناس يلقي السجارة عند باب المسجد ويدخل، وهذا ليس فيه ترفيع ولا تعمير لبيت الله الذي يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تطهر وتنظف وتطيب ويذكر فيها اسمه. فهذه فرصة للمدخنين بأن يستغلوها ويستفيدوا منها. واللي مبتلى بحب وحده أو عشيقه، تارك زوجته وتارك أهله، فهذه فرصة بأن يترك هذه العشيقة وهذه الحبيبة اللي ما يصبر عنها. فالآن الناس كلها بدين وبتقوى وبصلاة وبطاعة وبعبادة، والمساجد فيها الأنوار والمصابيح والمصلين والصائمين والدروس والمحاضرات والمصاحف والتهليل والتكبير، والجو كله إيماني. فاترك وعد إلى زوجتك الطيبة الحلال، وإلا تأتي يوم القيامة يشاهدك كل الناس أمامك لحم طيب وأمامك جيفة، تترك اللحم الطيب وتأكل من الجيفة المتفسخة العفنة، وتحشر في جب واحد حفرة واحدة مع الزنات. وكما تعلمون أن أهل النار يتأذون مما تفرزه فروج الزنات في النار والعياذ بالله، أهل النار يتأذون من رائحته وأذاه. وقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه أناسا في جب من نار تأتيهم النار من تحتهم فيضوضون أي يصرخون، قال ما هذا؟ قال أولئك الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رمضان فعلا رمضان فرصة كبيرة لكثير من الطائعين والخاطئين، فالطائع يزداد فيه إلى الله قربا، والعاصي فرصته التي لا تعوض لكي يؤوب إلى الله، يؤوب إلى زوجته المباركة، يعود إلى بيته الطيب، لأولاده أتقياء أبرار. وإلا تذكر أن هناك آية في كتاب الله تقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، فمن زنى زني به كما تدين تدان، الذنب لا يبلى والبر لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وإن كنت الآن تراعي شهوتك ففي المستقبل القريب لن يتقدم أحد إلى بناتك ولن يزوج أحدا أولادك، لأن الناس عندما يتزوجون يتزوجون أسرة وعائلة كاملة، يتزوجون سمعة، يتزوجون شرف، يتزوجون كرامة. فعندما يعلم أن الأب له عشيقة أو معربد سكران لا يقترب إليه أحد، فيظل تظل بنياته المسكينات عوانس، ما عنده استعداد أنه يجازف يتزوج بنت واحد عربيد سكير زاني. فأنت في الحقيقة تجني الآن بهذه الشهوة الزائلة حائلة، تجني على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك وبنياتك. رمضان فرصة كبيرة لأهل الطرب وأهل الفن المغنين بأن يتوبوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فرصة كبيرة أن يذهبوا إلى العمرة يصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. ما بقى كثر ما مضى، وبفضل الله الآن أصبح فيهم عدد ليس بالقليل فيه صلاح، يأتيني بين الحين والحين ممثل يصلي ويصوم ويحج
ويحاول أن يصلح من نفسه ومن زملائه ويبتعد عن مواطن الشبهات والمحرمات، وهذا مؤشر يبشر بالخير إن شاء الله. كذلك فرصة في هذا الشهر العظيم المبارك بأن الإنسان يكسب فيه ليلة قد لا يعوضها عمر كامل، فلا يوجد إنسان يستطيع أن يضمن على الله وعلى نفسه أن يعيش 1000 شهر، بل لا يضمن أن يعيش نفس من أنفاسه الآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن قامها إيمانا واحتسابا كتب الله له من الأجر خيرا من 1000 شهر. الحرص الحرص أيها الأحباب، فرمضان أسرع المواسم مرورا، أثقل الشهور على الفاطرين المفطرين الفاسدين المفسدين، وأخف الأيام على الصائمين الأتقياء الأنقياء، كما قال الله أياما معدودات. وبعد رمضان من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن عقد النية وبيت الطوية على أن يعود إلى المعاصي والكبائر بعد الصيام فإن الله يعلمه، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد يحبط عمله من بداية الشهر، من بداية الشهر لعلمه فيه، لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسر. فرب رمضان هو الله، ورب شوال هو الله، ورب ذو القعدة هو الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فعند الله العندية هذه لإله واحد لا يتعدد. فالذي يعبد في رمضان ولا يعبد في شوال فقد عدد الآلهة، جعل لرمضان ربا يعبده ولشوال ربا آخر اللي هو شيطانه، إذ انحرف إليه يطيعه في المعاصي. فمن عبد الله في رمضان فليواصل، فلم يذكر الرحمن عبادة للعابدين إلا الصبر، فالصبر على الصلاة والصبر على الزكاة والصبر على كل الطاعات، فالصبر شطر الإيمان والشكر شطره الثاني. والله ذكر لهم فقال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال سبحانه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فليس كل صائم صابر، وليس كل مصلي صابر، كثير ينقطع. اللهم لا تقطعنا ولا تمنعنا، إنما الصابر الصابر تجده مصليا صائما ذاكرا شاكرا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أحبتي، هذه خاطرة سريعة لا أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وشهر رمضان شهر إجابة، فألحوا بالدعاء ما استطعتم، وبالأخص في الجوف الأخير من الليل، بأن يبعث الله في هذه الأمة قائدا ربانيا وخليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وجورا،
وأن ينصر المجاهدين ويكرم الشهداء ويثبت الغرباء ويفك المأسورين من إخواننا المسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى الإسلام ويردهم ردا جميلا، وأن يهزم أحزاب الباطل وأعداء الدين من اليهود والصليبيين والشيوعيين وغيرهم، ومن كان من المسلمين على الحق يثبت، ومن كان منهم على الباطل وهو يظن أنه على الحق يرده إلى الحق ردا جميلا. بهذه الأدعية مباركة طيبة ينتهي رمضان تحمله الملائكة بصحائفه وأعماله وخيره وبره، يوم أن فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه الشياطين، ورب لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم تأتي يوم القيامة تنادي على رؤوس الأشهاد: أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. مما تربى عليه الأجيال والنساء من كونهم عرفوا أن رمضان خصوصا لياليه ليال للمرح والتسلية والعبث وقطع الأوقات، اتقوا الله أيها الأحباب ولا تقبلوا شيئا من هذا. ويا من تولوا أمور المسلمين ويحبون للمسلمين الخير، انتقلوا من هذه الحال التي أنتم عليها ودأبتم عليها، انتقلوا منها لتعلموا المسلمين كيف يحفظوا أوقاتهم وكيف يربوا نفوسهم وكيف يعتادوا على الخير والفضيلة. اتركوا عنا الهزل، واتركوا عنا العبث، واتركوا عنا ما اعتدتم عليه وما اعتاد عليه غيرنا. انقلونا إلى حياة الجد والصدق، وخصوصا وقد تقرر أن يكون شهر رمضان شهرا للدراسة والعمل، وأنتم ترون ما يعلن في الصحف طوال الفترة الماضية من إحداث بلبلة في أذهان الناس وإرجاف بالشباب، خاصة ممن كلفوا بالدراسة، فكأنهم يقولون لهم، بل وقال بعضهم بأنهم لا يستطيعون أن يصوموا ولا يستطيعون أن يقوموا بأعمال كذا وكذا، كأن هذا الإنسان يقول لهم: لا تصوموا فقد كلفتم بالدراسة في شهر. مخالفة لسنة النبي، إنما الشهر الوحيد